فيديو النهاردة مهم جدا ومطلوب بشكل كبير جدا جدا جدا، وعشان كده قلت لازم نصوره مع بعض. فيديو النهاردة بإذن الله هنتكلم فيه عن كل ما يخص الكورسات في مجال التمر. يلا بينا كده نعرف مع بعض العناوين الأساسية اللي هنتكلم فيها في فيديو النهاردة. أول حاجة هنعرفها إن شاء الله أهمية الكورسات لطالب تمريض. تاني حاجة هنتكلم فيها هنتكلم عن أهم الكورسات اللي لازم تاخدها وانت في المجال بتاعنا. تالت حاجة هنعرف مع بعض امتى تاخد الكورسات دي، من سنة كام بالظبط. رابع حاجة معانا هنعرف المصادر المعتمدة علشان ناخد الكورسات دي وكل التفاصيل اللي ليها علاقة بالكورسات. بس قبل اي حاجة، لو انت مش متابعني فاعرف ان فايتك كتير، محدش هينسى يعمل لايك للفيديو ده ويشترك في القناة ويفعل زر الجرس، عشان انا متأكد ان شاء الله انك هتستفاد طول ما انت معايا، وبالذات احنا في تمريض زي بعض. فيلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. قبل ما نخش في عناوين الفيديو بتاعنا النهاردة، لازم تكون عارف في الاول وفي الاخر انك بتتعامل مع ربنا، انت بتتعامل مع ارواح. خلاص انت مسؤول عن المريض اللي قدامك، انت بقيت في مكان حساس فلازم تتقن عملك. انت بقى الكلام اللي فات بتاع ثانوية عامة، خلاص انت بقيت في تمريض فركز كويس جدا علشان ربنا يكرمك في كل اللي جاي. هنعرف مع بعض كده اهمية الكورسات. اول حاجة الكورسات بتاعتنا مهمة جدا جدا جدا، لانها بتأهلك لسوق العمل، وكمان انك تشتغل في اكبر المستشفيات اللي في مصر وكمان برا مصر. كمان بتزود فرصك لو انت حبيت تسافر، يعني مثلا لو قدامك اتنين، واحد معاه كورسات وواحد مثلا زميلك خريج معهوش اي كورسات، طبيعي احنا هنختار الناس اللي السي في بتاعها قوي وفيها كورسات، بتزود فرص ان هو يكون موجود في المكان اللي هو حابب. فانت قدام فرصة ذهبية انك تعمل سي في قوي وانك تكون مميز في المجال بتاعك. يلا بينا نتكلم عن اهم نقطة في الفيديو بتاعنا، وهي اهم كورسات في مجال التمريض. في كورسات كتير جدا جدا جدا، وبتختلف على حسب احتياج الناس واحتياجك انت. اول كورس هنتكلم عنه هو كورس اللغة الانجليزية واللغة الالمانية. تاني حاجة معانا ان شاء الله كورس الاسعافات الاولية. تالت حاجة كورس الاي سي جي. رقم 4 كورس البي ال اس. رقم 5 كورس الاي سي ال اس. رقم 6 كورس البي اي ال اس. رقم 7 كورس الكوميونيكيشن سكيلز. دي اهم الكورسات في مجال التمريض. طبعا في كورسات كتير جدا لا تعد ولا تحصى، بس دول اهم الكورسات اللي انت لازم تكون عارفهم او على درايه بيهم ان شاء الله في مجال التمريض، وهيفرق جدا 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 وهتكون رقم واحد في مجالك. اول كورس هنتكلم عنه هو كورس الفيرست ايد او الاسعافات الاوليه. من اسمه اسعافات اوليه، يبقى هتتعلم فيه ازاي تتصرف في المواقف الحرجه والمواقف الصعبه. كمان هتعلم فيه وهتعرف ازاي تغير على الجروح، الغرز والخياطة، كمان الحروق والكسور والاغماءات بكل انواعها، وهتعرف ان شاء الله ازاي تتصرف في كل المواقف اللي فاتت دي، وازاي تقدر انك تاخد قرار في وقت قليل. تاني كورس هنتكلم عنه هو كورس الاي سي جي او ضغط الصار للالكتروكارديوجرام، معناها رسم القلب. هتعرف تقرأ رسم القلب وهتعرف ازاي تعمله اصلا واماكن الالكترودز، هتعرف ازاي تحط الحاجات اللازمة لعمل رسم القلب والفرق بين الموجات، لان طبعا انت ما ينفعش تكون في تمريض وما تعرفش ازاي تقرأ او تعمل اصلا رسم قلب. خدوا بالكوا ده شغل مهم جدا للناس اللي حابين العناية او اقسام الطوارئ. الاي سي جي كورس مهم جدا جدا جدا، ولو انت بتحب القلب او الكارديو فاسكولار يبقى الكورس ان شاء الله انت لازم تاخده. الكورس اللي بعده اسمه بي ال اس او اختصار لبيزك لايف سبورت. هتعلم فيه كده باختصار السي بي ار او الكارديوبالمونري ريسوسيتيشن، ايه كميه الانجليش والاختصارات دي كلها، ما تقلقش ان شاء الله تعرف فيه كل ما يتعلق بالانعاش القلبي الرئوي اللي هو السي بي ار بكل تفاصيله، وتعرف ازاي نفذ الخطوات او خطوات دعم الحياه الاساسيه بكل تفاصيلها. الكورس اللي جاي معانا تحت مسمى كورس البي اي ال اس او باختصار بيدياتريك ادفانسد لايف سبورت. هتدرس فيه دعم الحياه المتقدم للاطفال او تحسين جوده الرعايه المقدمه للاطفال المصابين بامراض خطيره. باختصار لو انت بتحب الاطفال والبيدياتريك يبقى الكورس ده مهم جدا جدا ليك، هتدرس فيه كل حاجه انت بتحبها. الكورس اللي جاي تحت عنوان كورس الـ ACLS او اختصار Advanced Cardiac Life Support، ده تحت مسمى كورس دعم الحياة المتقدم للقلب. تعلم فيه نظم الرعاية والعناية الفورية لمصابي الكارديك أرست او السكتات القلبية. الكورس ده من اهم الكورسات في مجال الكارديو فاسكولار او في مجال القلب، لان لازم انت كخريج تمريض تكون ملم بالذات كل التخصصات وده بالتحديد. والكورس اللي معانا اسمه Communication and Soft Skills او مهارات التواصل. يعني باختصار كده لو انت بتخاف تطلع قدام جمهور، تتكلم قدام ناس، تبص لحد في عينه، او عندك رهبة شوية من المجتمع وخجول شويتين، تتعلم ازاي تتكلم بشكل كويس وازاي تقدر تعمل برزنتيشن،
اتعلم ازاي مثلا البادي لانجوج او لغه الجسد، والحاجات طبعا مهمه جدا جدا في مجال التمريض. ان شاء الله احنا دورنا كهيلث ايديوكيتورز او احنا مثقفين صحيين مثلا ننزل المكان ندي معلومات طبيه سواء لاهالينا او لناس في المستشفيات او مثلا في الاريات ان شاء الله في المستشفى. فالكورس ده مهم جدا جدا وهينمي عندك الحته الاجتماعيه، وخلاص ما عادش هيكون في رهاب اجتماعي، وان شاء الله الموضوع هيكون معاك تمام جدا. لو خدتوا بالكم انا اجلت الكلام عن كورس اللغه في الاخر خالص، سواء كورس اللغه الانجليزيه او كورس اللغه الالمانيه، لان ان شاء الله كورس اللغه الانجليزيه هنتكلم فيها عن الفيديو الخاص باللغه اصلا في الكليه، في فيديو ان شاء الله هتكلم فيه بالتفصيل عن الانجليش في كليه التمريض وازاي نقدر ان احنا نتغلب عليه لو احنا ضعاف شويه في الانجليزي. كمان الداتش او اللغه الالماني في فيديو خاص باذن الله للسفر في المانيا، التمريض مطلوب جدا في المانيا، عشان كده حبيت اعمل عنهم حلقتين كده يعني منفصلين عن الفيديو بتاعنا النهارده عشان نتكلم عنهم باستفاضه. فيعني لو انت حابب ان احنا نتكلم باستفاضه اكتر واكتر كمان ما تنساش تعمل فولو، وكمان يعني اكتب في الكومنتات حابين فيديو او الفيديو الخاص بكورس اللغه سواء الانجليش او الالماني، فتنساش تشترك في القناه عشان ما تفوتكش اي حاجه. ويلا بينا نشوف مع بعض كده اخر حاجه في الفيديو بتاعنا النهارده، هناخد الكورسات دي امتى بالظبط. طب يا عم زياد انت بصراحه حمستني جدا الكورسات دي، ترى هبدا اخدها من سنه كام او امتى؟ ركز معايا، كل الكورسات اللي انا ذكرتها في فيديو النهارده لازم تبدا تاخدها بدايه من سنه ثانيه او ثالثه في الكليه، ما عدا كورس اللغه الانجليزيه او الالمانيه وكمان كورس مهارات التواصل او كوميونيكيشن وسوفت سكيلز، دول ممكن تاخدهم بس من سنه اولى، لكن الباقي لازم من ثانيه او ثالثه. براحتك انت عايز تاخدهم في اي وقت مفيش اي مشكله، بس ده رايي الشخصي وانا هقول لك ليه. لان انت لو بدات في الكورسات التقيله في سنه اولى زي مثلا ACLS او مثلا البي ال اس والحاجات اللي هي التقيله دي، الكورسات دي بيكون فيها معلومات طبيه كبيره جدا وشغل عملي اكتر كمان، فانت مش هستفاد يعني مش هتعرف فيها حاجه، لان الانجليش بتاعك لسه مش هيكون ظبط، خبرتك كمان في العمل مش هتكون كبيره. فانا عايزك تكون انت اخدت سنه او اتنين في الكليه وتكون انت اللغه بالنسبه لك ما بقتش فيها اي مشكله خالص، انك تقدر تحصل معلومات عشان حاجه ان شاء الله هتاخدها دي تكون مستمره معاك طول حياتك. لكن بالنسبه لكورس مثلا الكوميونيكيشن سكيلز او اللغه، فالحاجات دي ممكن من سنه اولى لان اصلا مالهاش اي علاقه بدراستك او بالمجال الطبي بتاعنا. اللغه لو انت يفضل اصلا انك تبدا كمان يعني من كنت تبدا من زمان، لان لو انت بدات من زمان طبعا ده هيكون في مصلحتك، اللغه كده كده بتكون معاك وانت بتطورها. لكن الكورسات التقيله او الكبيره اللي احنا اتكلمنا عنها يفضل انك تبدا من سنه ثانيه وسنه ثالثه، واعتقد عرفنا ليه نبدا ناخدها من هنا. باختصار كده كله عشان اللغه، عشان مخ يكون مستوعب ويكون انت خلاص مشيت ودوست في الكليه وما يقابلكش اي مشكله ان شاء الله في الكورسات بتاعتك. اخر جزئيه في فيديو النهارده هنعرف مع بعض ان شاء الله مصادر الكورسات دي او الاماكن المعتمده اللي بتقدم الكورسات اللي احنا ذكرناها في فيديو النهارده، عشان تكون عارف احنا قدامنا تلات اماكن نقدر ناخد منها الكورسات دي. اول حاجه تقدر تاخد الكورسات دي كلها عن طريق اليوتيوب او عن طريق الاونلاين في جوجل او حاجه، او عن طريق الاوفلاين، وانا بفضل الاوفلاين. الاوفلاين بيكون في مراكز او سناتر معتمده، وانا طبعا بفضل الجزئيه دي او الاوفلاين. ليه؟ عشان لو في اي جزء عملي او حاجه انت بتطبق بنفسك عشان المحاكاه والسيموليشن، لكن لو في يوتيوب او حاجه او اونلاين فانت مش بتطبق بايدك، لكن لو في مكان بيكون طبعا افضل ليك بكتير، طبعا كل بيكون بحسابه. بصراحه دكتور زياد انا كده احترمت خالص، انت قلت لي الفيديو فيديو جميل وظريف وهعمل لايك وكل حاجه، بس انا محتار اخد الكورس ده يوتيوب ولا اونلاين ولا اوفلاين. طبعا انا اقصد اونلاين بانك تاخده على جوجل مش يوتيوب خالص، يعني عشان الناس اللي مفكره ان في لخبطه او حاجه. انا احترت يوتيوب ولا اونلاين ولا اوفلاين. بص، اللي عايز يسافر او عايز يشتغل في مستشفيات معتمده مدو كبيره ياخد امتيازه وكمان يسافر بره وكل حاجه وحاجات فيها جي سي اي وكلام كده محترم وزي الفل، لازم اوفلاين وبيكون في سناتر او مراكز معتمده من امريكا كمان. طبعا الجزء ده هتكلم عنه بالتفصيل والاماكن اللي ممكن تاخد منها كورسات واسعارها ايه وكل الحاجات دي هتكلم عنها ان شاء الله، فمحدش يستعجل او اي حاجه. لكن لو انت حابب تتعلم مع نفسك وبنفسك يبقى خليك اونلاين او على يوتيوب او اي حاجه براحتك، انت مش خسران حاجه، كده كده معاك النت بتاعك في البيت اتفرج واعمل كل حاجه اللي انت عايزها، انت كده مش هتخسر اي حاجه. بس انا بقول لو انت حابب تشتغل في مكان بره او مكان معتمد اخر جي سي اي او حاجه، يفضل طبعا ان يكون في سنتر معتمد من مكان دولي تاخد الشهاده او اللايسنس بتاعتك. لكن لو انت اونلاين بتاخد شهاده بس مش بيكون معترف بيها في بعض المستشفيات،
الحلقات. قبل ما نختم فيديو النهارده لازم نكون عارفين مده الكورسات دي كلها بتكون قد ايه، او لو انا حبيت اخر الكورسات دي باخدها في قد ايه. طيب ركزوا معايا، اي كورس من انا ذكرتهم في فيديو النهارده مدته بتكون على الاقل يومين او ثلاثه بالكتير، الموضوع ما بيكونش كتير وما بيطولش. طبعا ده الا كورس اللغه، لغه بتطول طبعا عشان في مستويات في اللغه سواء الانجليش او الالماني، فاكيد انا مش هكون بيرفكت في اللغه في يوم او يومين. لكن الكورسات اللي بتكون اوف لاين او في السناتر او المراكز المعتمده تقريبا بناخدها في يومين او ثلاثه، بيكون في نظر وشق عملي بتطبق بايدك. كمان الاونلاين على حسب، في ممكن كورسات تقعد اسبوع، في ممكن برضه يومين او ثلاثه عادي جدا على حسب الحاجه اللي انت بتاخدها. لكن لو كورس اوف لاين او في مراكز معتمده بيكون يومين او ثلاثه بالكتير على حسب ما هم اتفقوا معاك. بس يا باشا، ولما تاخد الكورسات بتاعتنا دي بتاخد شهادتك او بتاخد اللايسنس بتاعتك، وبتكون انت مدرب معتمد من الجمعيه او من المكان اللي انت واخد منه الكورس بتاعك. دي حاجه مهمه جدا طبعا في السي في بتاعك، تقدر تشتغل بره بكل سهوله، انت معاك كورسات، انت تقيل، انت مالي مركزك، انت معاك حاجات يعني تعدي في الصخر كده زي ما بيقولوا باللغه العاميه بتاعتنا. فالكورسات دي مهمه جدا. كمان انت تقدر تكون مدرب معتمد او بتدرب الناس او الطلاب على محتويات الكورس اللي انت اخده. مش كده بس، كمان الكورسات بتكون انظمتها مختلفه، في بتكون اسعار مختلفه طبعا لو اوفلاين. كمان انت بيكون معاك لايسنس او شهاده بتجددها مثلا كل سنه او كل سنتين. توضيح بس المعلومه الاخيره، اما انا كنت بقول لكم لازم تاخدوا الحاجات دي بدايه من سنه تانية او سنه ثالثه، لان مثلا الكورس مدته بتكون سنتين او ثلاثه، اللي هو مثلا زي رخصتك كده، زي رخصه العربيه مثلا بيكون مده 4 أو 5 سنين، او بطاقتك مثلا لو خلصت انت بتجددها. نفس الكلام ينطبق على الكورسات، انت بس بتجدد الشهاده او الكارنيه اللي انت بتاخده. بيقعد مثلا سنه او اتنين حسب الكورس بتاعك، مدته او الصلاحيه بتاعته بتكون قد ايه. فحتى لو انت كنت اخدته في اولى اصلا فمش هيكمل معاك لحد ما تتخرج لحد امتيازك. عشان كده انا بقول لك يفضل انك تاخد من سنه تانية وسنه تالتة علشان الرخصه بتاعتك ما تنتهيش بدري، وعشان كمان تكون انت اللغه بالنسبه لك ما يكونش فيها اي مشكله. بس كده فيديو النهارده خلص، كان فيديو خفيف كده اتكلمنا فيه عن الكورسات المهمه جدا في مجال التمريض. ان شاء الله انا مش ناسي، يعني هنتكلم الفتره اللي جايه عن كورس اللغه الانجليزيه والالماني واللغه اصلا في كليه التمريض ازاي نتعامل معاها. بس انا عايز منكم شويه دعم، لايك الفيديو ده واشترك في القناه عشان ان شاء الله تستفيد طول ما انت معايا. محدش ينسى يعمل فولو على انستجرام عشان ان شاء الله برد على كل المسجات اللي بتجيلي. كان معاكم اخوكم طبعا زياد الحصري، وشكرا.